السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر أسير، واليوم عندنا مراجعة. مثل ما تشوفون عنوان الفيديو، ما يعجبني وما لا يعجبني في لينوفا اي 710. اللي يريد يشتري الجهاز خليه ينتظر قليل يشوف الفيديو وبعدين يقرر يشتري الجهاز او لا. خلينا نشوف الفيديو. شباب، هذا اخر فيديو، اخر للتقييم للينوفا اي 710. بس قبل ما اختم بالجهاز، حبيت يعني اشرح اخر مواصفات اللي هنا خدمني اكثر شيء بالجهاز. وحده من عندهن الليد الموجود امامكم مثل ما تشوفونه. طبعا هذا ينبهني الى اشعارات وشي، ومو اضافه يعني فريده بالجهاز هذا، لكن موجوده بالجهاز. ثاني شغله، دبل كليك، مجرد نقرتين الجهاز راح يفتح وراح يمكنك يعني من شوف الساعة والإشعارات وغيرها. ثالث شغلة شباب، من تفتح الجهاز بدون ما يعني تنزل يوزر أو تدخل للنظام الداخلي للجهاز، يمكنك من التحكم بالإشعارات. مثل تسوي الجهاز صامت، أو تطفي الواي فاي، أو تشغله. وهاي الشغلة ما موجودة أعتقد بكل الأجهزة، لكن هاي الشغلة مفيدة وضرورية جدا، اللي هي تخدمك اذا كنت انت مثلا بحالة اجتماع او حالة خاصة، تقدر يعني تتحكم بالوضع الخاص بالجهاز او توفير الطاقة او شيء بدون ما تفتح الرمز، يعني بكل سرعة ممكنة. هاي شغلتين. ثالث شغلة، انه الجهاز اذا موجود بجيبك، يعني نشوفه راح يطلع لي وضع حظر اللمس، يعني انت بجيبك والجهاز انفتح او شيء ما راح تقدر تلمس اي شيء. مجرد المستشعر يحس بقرب شيء للجهاز، طبعا راح يحضر هذا الشيء اللمس يعني ويغلق نهائيا. نجي داخل الجهاز، اضافة مهمة جدا وتمنيتها موجودة وحصلتها، هي وضع الليلي اللي هو يفلتر لك الإضاءة مالت الشاشة، يسوي أنصى من المعتاد مثل ما تشوفون. وهذا الشيء أنا يعني أشوفه ضروري، وضروري جدا يعني خاصة مستعملي النقالات بالإضاءة الخافتة وبالليل، هذا الشيء مهم. الشغلة الثانية، بس افتح الرمز. أوكي، هي تسجيل المكالمات، تسجيل اعدادات الاتصال. عندك اهتزاز اهتز، وعندك مستشعر وانقلاب، الاجابة الذكية طبعا يجيب على المكالمات، والتسجيل التلقائي. هذا ما حصلت انا بغير الاجهزة، لو بس تفعله الجهاز راح يسجل تلقائيا يعني بدون اي برنامج وبدون اي تطبيق، والتطبيق يمكن تشتري او غيره. والشغلة الاخيرة هي اللي تقدر تحوله من اندرويد خام، هو اول ما يجي بهاي الوضعية اندرويد خام يعني يحتوي على القائمة نكسس، مثل اجهزة نكسس تقدر مثل ما كان يعني انا محوله مثل اجهزة هواوي وغيره، بدون قائمة يعني يكون سلايد فقط للابليكيشن. ونسيت فقرة شباب، بالنسبة لي يسألني على الاو تي جي وشنو فايدة الاو تي جي. الاو تي جي يعني عندي هذه الوصلة مثل ما تشوفونها، راح انزلها بالجهاز. وعندي ماوس، هذا ماوس طبيعي يعني، هسه راح اراويكم اياه مثل ما تشوفونه. ماوس راح يطلع مثل ما تشوفون، يعني هو الماوس ما يلمس على القلم، مجرد بس خلي على سطح قابل للمس، انت تقدر تستعمل النقال بشكل طبيعي جدا يعني كأنما اصبع موجود عندك، وبيزر الرجوع وغيره. يعني مثل طبيت على تطبيق معين على الكاميرا،
وحبيت تخرج من الكاميرا مجرد نقرة بالزر الأيسر للماوس راح يغلق التطبيق. هاي بالنسبة للأو تي جي، بس مو بس هاي الفقرة، لكن عندنا يعني مثل ما نقول عدة استعمالات له، من ضمنهم الفلاش الموجود، هذه هو ذاكرة خارجية وإضافية تضيفها على الجهاز هم من خلال أو تي جي. مثل ما تشوفون طلب من عندي الرمز، وبالتالي انضاف الذاكرة، التخزين الخارجي واحد والرام والداخلية. بهاي الحالة انت صارت عندك 3 ذاكرات للهاتف، ومن الجهة الثانية تقدر تنقل بيه بيانات. يعني الـ OTG فد شيء مهم، كل ما قدرت احصي لكم. شباب بالنسبة للي يسألني على الـ 5X هواوي هونر 5X، فما بي خاصية الـ OTG. للي راح يسألني لان اكثر الجهاز انسألت عليه، بالنهاية تقبلوا تحياتي، اخوكم ماستر اسير من قناة ماستر اسير.